جزاكم الله خيرا. هذا الأخ سوداني يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم وما حكم الإحرام في أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن أحرم فيهن بالحج انعقد إحرامه. نعم.